نشوف كده اكسرسايز على البايثون، نكمل المراجعه. الاكسرسايز على البايثون بيقول ايه؟ بيقول لنا رايت بروجرام ذات اسك يوزر تو انتر لينث ان سنتيمتر. يبقى انت عايز اليوزر يدخل ايه؟ طول قياس حاجه معينه بالسنتيمتر. اف ذا يوزر، اف اهي ها، يبقى دي كونديشنال. اف ذا يوزر انتر نيجاتيف لينث، في حاجه في الدنيا طولها بالنيجاتيف؟ يعني اقول لك طول مثلا ديسك او حاجه ينفع يدخل سالب 5؟ ما ينفعش. يبقى لو كان الطول بالنيجاتيف بروجرام شوت تيل يوزر ذات انتري از انفاليد، لازم يبلغ اليوزر يقول له ايه؟ ان الادخال غلط. اذروايز يعني لو كان الادخال صحيح، اذروايز يعني الادخال صحيح اللي هي الالس، يعني ذا بروجرام شوت كونفرت، هيحول اللينث من بالانش. طب ازاي نحول من سنتيمتر الى انش؟ ازاي نعمل دي؟ هيدينا المعادله there are 2.54 سنتيمتر in each inch. يبقى كل انش فيه كام؟ الانش الواحد فيه 2.5 سنتي او 2.45. نعمل ايه بقى عشان نحل البرنامج ده؟ ركزوا معايا كده واكتبوا الخطوات عشان دي مهمه جدا ولازم نعرف نكتبها صح في الاختبار. يلا يلا، اول خطوه هو بص على السؤال، يعني عايز الناس تبص على السؤال وتكتب معايا الحل. اول خطوه رايت بروجرام اسك يوزر تو انتر لينث ان سنتيمتر، عشان اطلب من اليوزر يدخل حاجه. بصوا يا جماعه معايا هنا، اول خطوه هكتب حاجه اسمها انبوت. انبوت دي المسج اللي هتطلع لليوزر، انبوت، وهقول له هنا بليز بليز انتر ها يور لينث، اللينث اللي انت عايزه ان سنتيمتر. يبقى انا طلبت منه يدخل القيمه بالايه يا جماعه؟ بالسنتي، صح؟ بس القوس ده كله عشان ينفع يكون له مدخلات، يعني عشان استقبل من اليوزر، في فانكشن عندنا مهمه لازم نحفظها اسمها ايفال. احنا نكتب الانبوت شيء هي كلمه الفتحه. ايوه، ما هي مدخلات اليوزر اللي هناخدها اسمها انبوت. طيب مش ده كل ده اللي هيدخله اليوزر واحنا هناخده؟ نعمل فيه ايه بقى؟ نعرفه، نسميه ايه؟ نسميه اكس بس. يبقى اكس يساوي ايفال انبوت بليز تو انتر كذا 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 بالسنتيمتر. دلوقتي انا معايا فاريبل اسمه ايه؟ في قيمه اللي دخلها اليوزر، يمكن دخل قيمه موجبه قيمه سالبه. قال لي اذا دخل قيمه سالبه طلع له رساله خطا، صح؟ معايا؟ يبقى دلوقتي لازم اقول اف، والاف اكتبها تحتها، خلي بالك عشان الدرجات. اف اكتبها تحتها ما اكتبهاش داخل، لان انا لسه ما بداتش بادي. محاذاه للاف بالظبط، اف للي بعدها. اف ان الاكس اصغر من صفر، صح ولا لا؟ نقطتين وادخل جوه هنا، شايفين مكان فين؟ ادخل هنا واقول له ايه؟ اطبع له رساله اقول له غلط، برنت برنت invalid. هو قال لي كده، قول له invalid وخلاص. اي رساله بقى عايز نعملها له اعملها له، خلاص يبقى كده invalid. عندنا الثانيه اسمها ايه؟ كنا مسمينها else if. اي ال ها؟ بس else if عشان في كونديشن ثاني، صح؟ اللي هو لو كده يبقى ELIF. ELIF تحت الاف تكون valid. ايوه تحت الاف بالظبط كده، هي تحت الاف. انا كاتبها مش تحت الاف، هي تحت الاف بس طلعت بره يعني اقصد. طبعا لازم محاذاه تحت الاف، يبقى اقف هنا واقول انس مصر يعني ها اي ال اف. اف ايه بقى؟ لو كانت الاكس اكبر من او تساوي، صح؟ اكبر من او تساوي صفر، يبقى هو مدخل قيمه صحيحه. ادخل جوه مره ثانيه واكتب اللي انا عايزه. معايا؟ ها برنت هنطبع قولوا لي بقى. ايوه ذا ريزلت. لسه ما قلناش حاجه مهمه جدا، هو احنا ازاي طبعا نعمل كوما ونحط له الاكس كده. انا هطبع الاكس، انا عايز احولها. احولها ازاي؟ عايز احولها ل من سنتيمتر لايه؟ مش السؤال كان بيقول
حوالي من سنتيمتر لانش. انا افضل بقى تعملوا اللي هقول لكم عليه يعني، مالناش دعوه بالطريقه دي، احنا نحل كده. مش احنا عندنا يا جماعه، مش احنا معانا الاكس، خليه بيقص كده. طيب مش انا جبت الاكس خلاص، الاكس صحيحه، هحسب ريزلت، هعمل فاريبل اسمه ار يساوي. ازاي احول؟ هو بيقول لي في السؤال، بصوا على السؤال هتلاقيه بيقول لك ان ال 2 5 4 2 54 من 100 السنتيمتر، ها ال 1 فيها 1 انش، او ال 1 انش بيساوي 2 5 مش عارف كام سنتيمتر، 54 سنتيمتر صح؟ يبقى السنتي ال 2 سنتي وشويه يطلعوا 1 انش. طب انا معايا ايه؟ هو دخل لي ايه اليوزر؟ دخل لي سنتيمتر صح؟ اكس. يبقى ازاي اطلع الريزلت؟ اضرب 1 في الاكس تقسيم 2 54. فاهمين انتوا الطريقه دي ولا مش عارفين؟ ده في ده، يبقى الريزلت بتساوي 1 ضرب اكس تقسيم 54 2 54. يعني كاني بقول له كده الريزلت بتساوي ها اكس قسمه، بس لازم تعمل القسمه كده، بعدين 2 5 4. لما اقسم ده يطلع لي الريزلت، هنا اطبع له مين؟ اطبع له الريزلت وخلصنا. يبقى المسألة تاني كده، هاخد من اليوزر مدخلات، مفيش دعوة بقى الحل المكتوب بقى، الحل غير يعني متغير شوية، فاحنا هنشتغل هنا. هاخد من اليوزر المدخلات، اتشيك على المدخلات إذا كانت أقل أو خطأ متجاوز القيود بتاعتي أقول له invalid، else القيمة صح، أحسب الحسبة بتاعتي وأطبع النتيجة لليوزر. سهل البرنامج كده، مفيهوش حاجة. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ask user to enter temperature، المرة دي هدخل ايه؟ درجة الحرارة. then ask them what unit، ويحدد اليونت لو كانت سيليزيوس او فهرنهايت. انتوا عارفين درجات الحرارة بتقاس حسب النظام، البلد اللي كله لها بلد لها نظام. your program should convert temperature into the other unit، لو كان مديني فهرنهايت هتتحسب 5 على 9 سي زائد 32، لو مديني سيليزيوس تبقى ايه؟ 59. ماشي الحال يا جماعه؟ ماشي الحال؟ طيب يبقى هستخدم المعادله الاولى او المعادله الثانيه. يلا نشوف، نفكر في المساله كويس ونبدا نحل واحده واحده. الاول اطلب من اليوزر اخد منه درجه الحراره، اكتب تم يساوي ايفال input، خلاص بقى ها enter your temperature او enter the temperature. بعدين انا مش عارف المدخلات بتاعته، هقول له enter the unit صح؟ يبقى انا عايز منه درجه الحراره وليه؟ انا مش عارف هو ادخلها باي واحد، يبقى اعرف unit يساوي input وهقول له ادخل انتر انتر يونت. يلا انت متوقع انه يدخل يونت حرف السي او حرف ايه؟ الاف. يعني هقول له كده اليونت وهنا اكتب له كوما سي فور سيليزيوس و اف فور فهرنهايت. بس فهو هيدخل لي يا اما سي يا اما اف. اقارن بينهم ازاي؟ اكتب اف ستيتمنت، اف ان اليونت ايكوال حرف السي يبقى هو عايز سيليزيوس. ساعتها اعمل ايه؟ كولون وادخل جوه اكتب معادله السيليزيوس. ازاي؟ نطبع على طول نحسب احنا السيليزيوس، نحسب النتيجه ريزلت برضو بتساوي، لا بلاش برنت، ريزلت بتساوي الاف محاذاه، دول لحد دلوقتي كده كلهم تحت بعض. ماشي
لازم كله يبقى تحت بعض بالظبط. ها كله تحت بعض كده. فين اللي فات كده؟ اف صح؟ حاجة غلط؟ كله مظبوط كده. اف ان اليونت بتساوي سي، هحسب له الريزلت. يلا احسبي لي الريزلت، تطلع ازاي؟ المعادلة، بص على المعادلة في السؤال. 5 قسم 9 أو 9 قسم 5 الأولانية صح؟ لو كانت سي يبقى هحسبها في الفهرنهايت، فالريزلت هتكون 5 قسم 9 ضرب التمبريتشر اللي انا خدتها اللي هي اول قيمه فوق خالص زائد 32. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من المعادله دي، 5 تقسيم 9 ضرب سي زائد 32 صح؟ اهي 5 سي اللي هي التمبريتشر. إلس يلا اي ال اف، لو اليونت ايكوال ايكوال اف ايه اللي يحصل؟ لا ده المعادلة التانية، المعادلة التانية 59 ده لسه سي صح؟ ما هو لو مديني الاف يبقى احنا هنحسب، خلي بالك لو القيمة اف يبقى احنا هنحسب السي. انا اديتك دينار يبقى انا هتحولي لي دولار، طب اديتك دولار يبقى انت تحولي لي دينار، يبقى انا هديه لك انت تحولي لي الاف. يبقى دلوقتي لما يقول لي السي يبقى انا هحسب الاف. بصي بصي، لو القيمه اللي دخلها اليوزر سي سيليزيوس يبقى انا هحسب الفهرنهايت، طب القيمه اللي دخلها اليوزر فهرنهايت يبقى انا هحسب ايه؟ السي. يبقى دلوقتي احنا عند السي صح؟ اللي هي 59 اللي انت بتقولي عليها. 59 ضرب ها تمبريتشر ماينس 32. طب انا كده خزنت القيمه، عايز اطبع، اطلع بره خالص بقى واعمل ايه؟ برنت للريزلت صح؟ برنت للريزلت خلاص. سواء دخل السطر ده يبقى في احتمالين، يا اما يروح يحسب الريزلت دي لو كان الشرط سي، او يروح الريزلت دي لو كان الشرط ده، وفي الاخر يطبع الريزلت وانتهى الموضوع على طول.